أطلقت وزارة الشباب والرياضة أمس بالتعاون مع بنك مصر وبنك الاستثمار بيلتون أول صندوق استثمار خيري في مصر يهدف لدعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة، ومن خلال برامج زمنية مخطط لها على كل المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضي للاعبين المصريين في مختلف اللعبات خاصة الفردية منها. ويتخذ الصندوق شكل الملكية الخاصة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية. نتابع. بعد أن أصبحت رعاية الموهوبين في المجالات كافة هدفا قوميا تسعى إليه الدولة المصرية بكل ما أوتيت تحت اسم صندوق الرياضة المصري، بهدف توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين طوال فترة الإعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية. هي اللجنة الأولمبية المصرية بترشح للصندوق اللعيبة المتميزين اللي ممكن ينافسوا، والصندوق بيقيم هذا الترشيح وفي نفس الوقت بيصرف على اللعيبة المتميزين، لكن احنا كدولة بنقدر نساعد في الإجراءات الإدارية واللوجستية، تصريح السفر، قرارات وزارية، أي حد عنده مشكلة في الجوازات، في كل الأمور الإدارية. الصندوق الذي يعتمد في تمويله على التبرعات لدعم الرياضة المصرية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة يسعى لاستثمار أمواله واستغلالها في الإنفاق على الرياضيين والفنيين وتدريبهم ورفع كفاءتهم لحصد البطولات الرياضية خلال الفترة المقبلة. الصندوق أهميته الكبيرة أنه هو أول آلية مالية تستخدم في قانون سوق المال لدعم نشاط مجتمعي ومدني، إنما الأهم أنه إحنا اخترنا الرياضة لأن الرياضة بتلعب دور كبير جدا في حياة الشعوب وفي حياة الشباب. الرياضة ما ينفعش تبقى بس مدرب ولعيب ومنتخب، ولكن لازم يدخل فيها هيئات كتيرة علشان البطل ده يوصل للعالمية. نتمنى أن الصندوق ده يكون جزء من أنواع إزالة العقبات قدام أبطالنا. 5 ملايين جنيه هي قيمة رأس المال المدفوع للصندوق كمرحلة أولى، حيث يستهدف الصندوق جمع تبرعات تبلغ 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وصولا إلى مستوى 1 مليار جنيه حلول العام 2020. دينا حوايدق أونلاين.